يا فلاختار مفتاح الصندوق، امضوا يا شطار للمدخل. المكان لم يعد يعجبني أبد، المكان أصبح موحش يا رجل، الله أصبح موحش. المفاتيح العنيدة عنيدة عنيدة، الله عنيدة، ما فتح ولا مفتاح. 7 حلقات لم يفتح ولا مفتاح. خلاص خلاص، أنا شلت بقشتي، وسوف أغادر. بقشة قشي، شلت قشي وسوف أغادر. نعم والله، يا أهل القرية، يا أهل قرية الدنانير، رابح يودعكم، سأذهب ولن أعود، سأبحث عن قرية أخرى يفوزون الناس، سأبحث عن قرية أخرى يراعون الرجل المؤدب ويتعاملون معه ويفوزون. دينار يخدعكم سنين ومنين وماشيين معه، صحيح؟ يا أهل القرية، أنا ماشي خلاص، حتى قشي ما أخذه. الحزن يدب في عناي، يعني والله ما ودي أغادر، إني أحب هذه الجدران وأحب أحب هذه القرية. كم خذلني ولكن يحبه لأنه يفوز الناس، ولكن للأسف أريدهم أن ينجحوا، أريدهم أن يربحوا، أريد المتصلين يلا منا اختاروا المفاتيح، ولكن دينار هو السبب. كل حلقة يخدع، وكل يوم يأتي بخدعة أخرى. خلاص حان الوداع، حان الوداع، قرية خلاص لا أريدها، لا أريدها أبدا، بتاتا البتة. أيضا ليست القرية فقط، بل المتصلين لا أريدهم، والمشاركين في الوسم الهاشتاغ لا أريدهم. وسم برنامج الفواحد لا أريده قط، قطعا قطعا، وليس قط قطعا. حتى المفاتيح هذه، المفاتيح هذه. بعدين أنت الحين، أنت بس أك سؤال، تنفتح تنفتح الدينار، افتحه مخك دينار. أصبر شوي، خلي بس نزل قشي، يعني رايح بس، يعني أنا ما في لانت صراحة. حتى أهل القرية أصارخ عليهم من اليوم ولا يرد علي أحدا بتاتا البتة. أنا ما عندي لانت، أمصع ذانك، تبي أمصع ذانك ولا أمط لسانك؟ أمطه، مو صحيح. ليه يعني يوم واحد افتح 8 حلقات ما تفتح أبد، وإن فتحت المبالغ القليلة تصير هدية، والمبالغ الكثيرة تبقى بالصندوق، ويضحك دينار ضحكته هذيك. الضحكة التي لا أحبها بتاتا البتة. خلاص والله خلاص، حتى قشيشي باخذه مرة، ما من قعدة، بس إني تعبت من الكلام، ودي أرتاح شوي بس.